ضمن الأنواع المختلفة من مراجل الغاز والمراجل الكهربائية التي تقوم بتصنيعها وبيعها شركة تيرمونا، لدينا كذلك مراجل غاز ومراجل كهربائية ذات أداء أكبر. هذه المراجل مناسبة جدا لوصلها ضمن مجموعة المراجل المتتالية. شركة تيرمونا لا تقدم لكم كافة أنواع المراجل فحسب، إنما أيضا معدات غرف المراجل بأكملها. مجموعة المراجل المتتالية تتألف من عدة مراجل موصولة في صف واحد على شكل سلسلة. يمكن للمراجل أن تكون تكثيفية أو مزودة بمدخنة كلاسيكية أو بمدخنة لإخراج الغاز العادم بالقوة إلى الخارج. التصميم الفريد من نوعه وطريقة الوصل الخاصة لمراجل تيرم يسمح بزيادة السعة بطلاقة ابتداء من 24% من الطاقة الإسمية لأصغر مرجل مستخدم. الأداء العالي لغرفة المرجل بأكملها يسمح مثلا باستخدام مراجل الغاز التكثيفية تيرم تريو 90. ابتكار جديد في الآونة الأخيرة هو وصل المراجل الكهربائية ضمن مجموعة المراجل المتتالية. يمكننا وصل 16 مرجل غاز ببعضهم لنشكل سلسلة. عند استخدام مراجل 90 كيلو واط يمكننا الوصول إلى أداء 1.5 ميجا واط. لكن لدينا خبر مثل من روسيا، حيث نصدر الكثير من منتجاتنا، عن وجود مجموعة مراجل متتالية ذات 4 ميجا واط. مجموعة المراجل المتتالية مناسبة للاستخدام في كافة المباني الكبيرة. ارتفاع أسعار التدفئة من المصادر المركزية أو من غرف المراجل القديمة جعل أصحاب البيوت والمدارس وغيرها من المباني الكبيرة تبحث عن تدفئة بديلة أرخص، وفي نفس الوقت أن يعتمد عليها وتكون صديقة للبيئة. جمعيتنا السكنية تدير أكثر من 22 منزلاً. لجميع هذه المنازل تم وضع مشاريع لبناء غرف مراجل غاز منزلية، يبلغ عددهم الآن 16، وحالياً نبني 2 آخرين. إن تكلمنا الآن تحديداً عن هذا النوع من غرفة المرجل، فإن توفير الغاز خلال الفترة الماضية كان يقارب 50%، وتم توفير الكهرباء بشكل ملحوظ أيضاً، فقد كانت قبل ذلك تستهلك من قبل المحركات والمضخات المسرفة. توفير ملحوظ آخر هو في تكاليف التحكم بغرفة المرجل، لأنها أوتوماتيكية بشكل كامل ويمكن التحكم بها عن بعد. سعر غرفة المرجل يعتمد بشكل رئيسي على عدد مراجل التدفئة وتسخين المياه وكذلك حجم الخزان. مجموعة المراجل المتتالية تناسب كذلك مساحة صغيرة من المكان مثل القبو أو المستودع أو غرفة الغسيل السابقة. يمكن كذلك بناء غرفة المرجل في الجزء العلوي من المبنى على سبيل المثال فوق أو تحت سطح المنزل. أعمال البناء قليلة جدا والأموال المبذولة ستتعوض بسرعة. المدخنة مبطنة من الداخل لحمايتها. بشكل عام يعتمد التصميم على شروط بناء غرفة المرجل في المكان المعين أو المنزل. المداخن تكون إما داخلية، مثلا يمكن تبطين المداخل التي كانت سابقا في غرف الغسيل أو غرف المراجل الأصلية، أو يتم إخراج المدخنة خارج غرفة المرجل على واجهة المنزل. المدخنة مثبتة على الجدار في أماكن حيث لا تزعج. بالإضافة إلى ذلك يتم تصنيع المدخنة بنفس لون واجهة المنزل، وبذلك تكون غير مرئية تقريبا. تجربتنا الشخصية مع شركة تيرمونا جيدة جدا نظرا إلى عدد غرف مراجل الغاز السكنية التي صنعتها لنا. مجموعة المراجل المتتالية التكثيفية تعمل بشكل رخيص ويعتمد عليه. شركة تيرمونا لا تورد المراجل فحسب، إنما عند الطلب تقوم بتصميم غرف المراجل بأكملها. كل شيء من التصميم إلى التنفيذ النهائي تحت إشراف فرق خدماتنا الخاصة أو الشركات المتعاقدة. شركة تيرمونا تقدم لكم أنظمة غرف مراجل عالية الجودة يعتمد عليها، وتتألف من مراجل شعار تيرم التي تم تصديرها إلى كافة أنحاء العالم.
للمزيد من المعلومات حول غرف المراجل أو الأنواع المختلفة للمراجل وغيرها من مصادر التدفئة، تجدونها على الموقع www.termona.eu.